بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وصلنا إلى قول الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به في شرحه على متن القدوري، قال: وإذا اشترى ذمي من ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي، اشترى ذمي من ذمي، هاتان داران، هذه صاحبها ذمي وهذه صاحبها ذمي، جاء ذمي ثالث فاشترى من هذا الذمي داره، وشفيع هذه الدار ذمي أيضا، فالعلاقة ثلاثية بين ثلاثة من أهل الذمة، يعني سواء كان يهوديا أو كان نصرانيا. وإذا اشترى ذمي من ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي، قال: وشفيعها ذمي، لما قال وشفيعها ذمي احترز بذلك عما لو كان الشفيع مرتدا، عما لو كان الشفيع مرتدا. المرتد لا شفعة له، المرتد لا شفعة له، سواء قتل على ردته أو مات بدون قتل أو لحق بدار الحرب، فلا شفعة لا له المرتد ولا لورثته، ولا لورثته. لما؟ قال: لأن الشفعة لا تورث عندنا، وذكرنا هذا في درس سابق. قال: وإذا اشترى ذمي من ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي، أخذها الشفيع يعني الذمي، أخذها الشفيع يعني الذمي بمثل الخمر، بمثل الخمر وقيمة الخنزير، وقيمة الخنزير لصحة هذا البيع فيما بينهم. وحق الشفعة، وحق الشفعة يعم المسلم والذمية. يعني أنا أراد الشيخ الآن أن يبين لك أن الشفعة لا ينظر فيها إلى دين الشفيع، لأن الشفعة حق من الحقوق سببها رفع الضرر، سببها رفع الضرر، وهذا لا علاقة له بالدين، ولا علاقة له بالانتماء، ولا علاقة له بالمذهب، هو علاقته بأن هذا إنسان، هذا إنسان، هذا إنسان ينبغي أن يتمتع بحقوق وألا يتعرض لضرر. فالشارع جعل له حق الشفعة بقطع النظر عن دينه. قال: وحق الشفعة يعم المسلم والذمية. ليه؟ قال: أن النصوص كذلك عامة لم تخصص. قال: والخمر لهم كالخل لنا، والخنزير كالشاة، والخنزير كالشاة. فيأخذ في الأول، فيأخذ في الأول، يعني لما قال دارا بخمر فيأخذ بالمثل، فيأخذ بالمثل، بمثله. ليه؟ قال: لأن الخمر يصح ضمانه، يصح ضمانه، لذلك يأخذه بالمثل. أما الخنزير، أما الخنزير يأخذه بالقيمة. ليه؟ قال: لأن الخنزير لا مثل له، الخنزير لا مثل له، لذلك يأخذه بالقيمة. قال له: أنا اشترى هذه الدار بعشر خنازير، بعشر خنازير، مقدر كم هي قيمتها وتدفع للمشتري من قبل الشفيع.
هل هم أهل الذمة قد يتبايعون فيما بينهم بالميتات، قد يتبايعون فيما بينهم بالميتات. فالشيخ قال: وإذا اشترى ذمي دارا بخمر أو خنزير، نص على الخمر والخنزير ليخرج بذلك الميتة، بذلك الميتة. فلو أنه اشتراه، اشترى ذمي من ذمي دارا بميتة، كان العقد فاسدا وبالتالي لا شفعة فيه، أو نقول البيع باطل، البيع باطل ولا شفعة فيه. قيدنا الشراء بكونه من ذمي، لأنه لو كان من مسلم، يعني لو كان الشراء من مسلم، يعني لو كان الذمي اشترى العقار من مسلم بخمر أو خنزير، من الذي قبض الثمن؟ المسلم. من الذي دفعه؟ الذمي. الخمر والخنزير مال في حق الذمي وليس بمال في حق المسلم. قال: قيدنا الشراء بكونه من ذمي، لأنه لو كان، يعني الشراء من مسلم، اشترى الذمي من مسلم، كان البيع فاسدا، لأن الخمر والخنزير ليسا بمال في حق المسلم فلا يصح أن يقبضهما، فلا تثبت به الشفعة يعني لأحد، لأن البيع فاسد. ومر معنا أن البيع الفاسد لا تجب فيه الشفعة. قال: وإن كان شفيعها مسلم، وإن كان شفيعها، يعني اشترى ذمي من ذمي دارا بخمر أو خنزير وكان الشفيع مسلما وليس ذميا، وإن كان شفيعها مسلما أخذها، أخذ الشفعة بقيمة الخمر والخنزير. أما الخنزير فظاهر، يعني يأخذها بقيمة الخنزير. ليه؟ لأن الخنزير من ذوات القيم وليس من ذوات الأمثال، فتجب فيه القيمة سواء كان الشفيع مسلما أو ذميا، لأن لا يضمن في الذمة ولا مثل له. إنم الله. قال: أما الخمر، أما الخنزير عفوا، أما الخنزير فظاهر، فظاهر. وأما الخمر فلمنع المسلم عن التصرف به، يعني نحن لا نقول يأخذ الخمر بالقيمة. ليه؟ لأن المسلم ممنوع من التصرف بالخمر. قال: فالتحق بغير المثلي، يعني لما كان المسلم ممتنعا من التصرف في الخمر، ألحقنا الخمر في حقه بغير المثلي. وغير المثل، غير المثلي ماذا تجب فيه؟ تجب فيه القيمة، تجب فيه القيمة. طب ما هي طريق معرفة كيف نعرف قيمة الخنزير والخمر؟ قال: تعرف قيمة الخمر والخنزير بالرجوع إلى من أسلم من أهل الذمة، أو ننظر هل هناك فاسق من فسقة المسلمين قد تاب وكان يشرب الخمر، نقول له: تعال الآن احتجنا إلى خبرتك السابقة، هذا الخمر ما هي قيمته؟ فنسألهم ويرجع فيه إلى أهل الخبرة. فربما قد يقع الخلاف في القيمة بين المشتري وبين الشفيع، فإذا وقع الاختلاف في القيمة فالقول فيه قول المشتري، القول في بيان القيمة قول المشتري. نعم. كذلك إذا اختلف الشفيع، سيأتي معنى هذا، إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري، القول قول المشتري. نعم. الله. هل قد يقول قائل كيف أنتم قدرتم قيمة الخنزير وأنتم في كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة قلتم قيمة الخنزير لها
حكم عين الخنزير. لذلك لو مر على العاشر بخنازير لا يعشر العاشر قيمة الخنازير، لأن قيمة الخنازير هي حلها حكم الخنازير، يعني هي نجسة، هي نجسة. ما هو الجواب؟ الجواب أننا مأمورون هنا بمراعاة حق الشفيع، مأمورون مراعاة حق الشفيع واجبة، واجبة بقدر الإمكان. ومن ضرورة مراعاة حق الشفيع دفع قيمة الخنزير، دفع قيمة الخنزير، فيكون قيمة الخنزير له حكم، له حكم الخنزير في مسائل دون مسائل. قال ولا شفعة في الهبة، ولا شفعة في الهبة، يعني هذه الدار أنا أسكنها، هذه يسكنها جاري، فجاء جاري ووهب هذه الدار لأخيه، هل أقول له أنا أريدها شفعة؟ قال لا. قال ولا شفعة في الهبة، لأنها لأن الهبة ليست بمعاوضة مال بمال، وعليه لما تكون الهبة ليست معاوضة بمال 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 يكون لا عوض فيها، والشفعة تقوم على وجود الأعواض، تقوم على وجود العوض. قال ولا شفعة في الهبة إلا أن تكون، وين ذهبت أستاذ؟ أين ذهبت؟ لا أنت لم تكن معنا الآن، كنت في مكان آخر، كنت مسافرا. قال إلا أن تكون، إلا أن تكون بعوض مشروط، يعني إلا أن تكون الهبة، الهبة مدفوعة للطرف الآخر بعوض مشروط، يعني في عقد الهبة، بأن يقول له مثلا وهبتك هذه الدار على أن تهبني 1000 درهم، وهبتك هذه الدار على أن تهبني هذه الدابة، وهبتك هذه الدار على أن تهبني هذه الحديقة. فإذا هذا الهبة هنا مشروطة بعوض، والعوض انتبه مذكور في عقد الهبة. فلو كان العوض غير مذكور، غير مذكور كما سيأتي معنا، لا تكون لا تجب فيها الشفعة، لا تجب فيها الشفعة. يعني مثلا أنت وهبتني دارا، أنت وهبتني دارا، وأنا أريد أن أقطع عليك طريق الرجوع بالهبة، فذهبت ووهبتك شيئا قيمته أقل من قيمة الدار، فتكون هذه الهبة هبتي عوضا عن هبتك، عوضا عن هبتك، ولكن هذا العوض ليس منصوصا في عقد الهبة، فهذه لا شفعة فيها. قال إلا أن تكون بعوض مشروط، لأنه بيع انتهاء، يعني لأن عقد الهبة، لأن عقد الهبة بشرط العوض بيع انتهاء، وإن كان هبة ابتداء. أحبابنا إرجاع الضمائر ضروري، إرجاع الضمائر ضروري، يعني أنت إذا رجعت إلى البيت وأردت أن تعرف هنا قوله لأنه، لأن ماذا؟ لو جلست طويلا لن تعرف الضمير هنا إيه راجع إلا إذا اتصلت بالشيخ وسألته، وإن اتصلت بالشيخ وسألته لن يجيبك، لأنه سيقول لك لقد ذكرت هذا في الدرس، أين كنت؟ الله. كنا في الدرس لما كنا نقرأ على شيوخنا، والله يا أحبابنا ما كنا نتجرأ نسأل الشيخ سؤال في الكتاب إذا ما كنا محضرين الدرس في البيت، خشية أن يأتي السؤال الجواب في الأسطر القادم، فاللي كان في البيت لم يحضر الدرس لا يتجرأ السؤال أبدا إلا يسأل بالفقرة التي يقرأها الشيخ، أما يخطر بباله سؤال يقول أخشى أن يأتي وأنا ما قرأت الدرس، لم أحضر الدرس، فما يستطيع، ما يتجرأ يسأل.
وكذلك والله ما لم نكن نتجرأ نسأل عن درس سابق. أين كنت أنت في الدرس؟ ألم كنت تكن حاضرا؟ نعم. كنت نائما؟ كنت غافلا؟ لذلك لما كنت في كان دروسنا في المعهد، نحن المعهد الشرعي 6 ساعات تقريبا، 6 ساعات. في الساعة الأخيرة، الساعتين الأخيرتين الأخيرتين، يعني لابد أن يتعب الإنسان يعني ينام وينعس. ففي شيء اسمه حب الهيل، إذا بتعرفوه، حب الهال، هذا مادة منبهة، مادة منبهة يوضع مع القهوة، يوضع مع القهوة. فكنت ماذا أفعل؟ أنا أشتري الهيل، أقوم بطحنه ناعما، وضع معه قليل من السكر، وأجعله في 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 علبة دواء صغيرة. من بعد الدرس الرابع بشكل مستمر أكل منه هكذا حتى أبقى يقظا، لا أشعر بالنعاس. فلما ينتهي الدوام أذهب للبيت، أكون النعاس قد أخذ ما أخذه مني. فموضوع السؤال عن في الدرس كان له إشكالات عندنا، وهذا الأصل مولانا. أنت الآن تذهب الدرس، ينبغي أن تحضر تقرأ كي تنتبه في المكان الذي أنت تريد أن تفهمه. قال: ولا شفعة في الهبة، لأنها ليست بمعاوضة مال بمال إلا أن تكون بعوض مشروط، لأنه بيع انتهاء. إذن هذا إيش قلنا؟ الهبة، أي لا، في عقد الهبة العوض خرج بذلك ما لو كان العوض لم يذكر في عقد الهبة. وذكرت لكم مثالا، ذكرت لكم مثالا. قال: ولا بد من القبض من الجانبين، يعني ولا بد من قبض العوضين من الجانبين. فإن وجد التقابض من الجانبين وجبت الشفعة، فإن لم يتقابضا، لم يوجد التقابض، أو قبض أحدهما دون الآخر، ما الحكم؟ لا شفعة. لا بد أن يوجد التقابض من الجانبين. هنا الله. كذلك الهبة بشرط العوض، يشترط في الشفيع أن يطلب الشفعة وقت قبض العوضين. فلو أن مثلا زيد، كما قلنا، هذه الدار لزيد وهذه لعمر، جاء بكر وقال لعمر، قال جاء عمر صاحب الشقة لبكر، قال له: وهبتك هذه الدار على أن تهبني حديقتك. فعلم الشفيع وقال: لا أريد هذه الشفعة، ولم يتقابضا. وبعد أسبوع، شهر، شهرين، تقابضا. فلما تقابضا علم، قال: أريد الشفعة. قال له ذلك، لأن وجوب طلب الشفعة متى يكون؟ عند تقابض البدلين، عند التقابض. لذلك ماذا قال الشيخ هنا؟ قال: ولا بد من القبض من الجانبين. فلو لم يطلب الشفعة وقت الهبة ثم طلبها وقت التقابض وجبت له، وجبت له. اي نعم. حتى لو تنازل عن الشفعة، انتبه، حتى لو سلم الشفيع الشفعة قبل التقابض، ما حكم هذا التسليم؟ باطل، لا يلتفت له. قال: وألا يكون الموهوب، يعني ولا بد أن لا يكون الموهوب ولا عوضه شائعا، ألا يكون الموهوب ولا عوضه شائعا، لأنه هبة ابتداء، يعني لأن عقد الهبة بشرط العوض هبة ابتداء، وهبة الشائع غير صحيحة، هبة الشائع غير صحيحة. يعني نعيد المثال نفسه، نعيد المثال نفسه: هذه الدار لي وهذه لجاري، جاء جاري وقال لزيد: وهبتك داري هذا شريطة أن تهبني حصتك في الحديقة الفلانية، والحديقة غير مفروزة، غير مقسمة، شائع.
حقه شائع في الحديقة، لا تصح هذه الهبة، لا يصح هذا العقد. نعم، لا بد أن يكون الموهوب، لا بد أن لا يكون الموهوب ولا عوضه شائعا. قال: وإذا اختلف الشفيع والمشتري في مقدار الثمن، الشفيع والمشتري في مقدار الثمن، بأن قال المشتري اشتريت بألفين وقال الشفيع لا أنت اشتريت بألف، فالقول قول المشتري، لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار، استحقاق الدار عليه على المشتري، يدعي استحقاق الدار على المشتري عند نقد الأقل، والمشتري ينكر ذلك، والقول قول المنكر مع يمينه. ثم الشفيع بالخيار، الآن قلنا القول قول من؟ قول المشتري، وقد حلف المشتري اليمين، والمشتري والشفيع يعتقد بأن الشقة من الدار بيعت بألف لا بألفين، قال أنت بالخيار، إن شئت إن شاء أخذ بما قال المشتري بألفين وإن شاء ترك. قال: وهذا إذا لم تقم، يعني وهذا يعني يكون القول قول المشتري مع يمينه، ويكون الخيار للشفيع، متى؟ إذا لم تقم للشفيع بينة على أن المشتري اشترى العقار بالثمن الأقل، إذا لم تقم للشفيع بينة، فإن أقام الشفيع بينة قضي له بها. فإن أقاما، أي كل من الشفيع والمشتري، البينة على دعواه، عندنا بينتان الآن، الشفيع أقام البينة على أن المشتري اشترى العقار بألف بالثمن الأقل، والمشتري أقام البينة على أنه اشترى بالثمن الأكثر، فالبينة المقبولة بينة الشفيع أيضا، فالبينة المقبولة بينة الشفيع أيضا. عند أبي حنيفة ومحمد، لما؟ قال: لأن بينته، لأن بينة الشفيع ملزمة، يعني ملزمة للمشتري، لأن بينة الشفيع ملزمة للمشتري بأن يسلمه الدار بما قال. نعم، سواء وافق المشتري أم لم يوافق، فبينة الشفيع ملزمة للمشتري بأن يسلم الدار. قال: بينة الشفيع، عفوا، بينة الشفيع ملزمة للمشتري بأن يسلم العقار، وبينة المشتري غير ملزمة، لأن الشفيع مخير بين الأخذ بما قال المشتري وبين الترك، فبينة المشتري غير ملزمة وبينة الشفيع ملزمة. فهمنا الكلام أحبابنا؟ قال: والبينات مشروعات للإلزام، والبينات للإلزام، يعني البينات مبتدأ، مشروعة خبر مقدر، والبينات مشروعة للإلزام، يعني إيش الإلزام؟ يعني لإلزام الخصم وإثبات الحق عليه، فكانت بينة الشفيع أولى، فكانت بينة الشفيع أولى. وقال أبو يوسف: البينة بينة المشتري، لأنها أكثر إثباتا، أكثر إثباتا. فأبو يوسف رحمه الله قاس بينة المشتري على بينة البائع إذا اختلف هو والمشتري في مقدار الثمن، وأقاما البينة. فقال أبو يوسف: هناك البينة للبائع، لأنها مثبتة للزيادة، مثبتة للزيادة. قال في التصحيح: ورجح دليلهما، دليل أبي حنيفة ومحمد في الشروح، واعتمده المحبوبي والنسفي وأبو الفضل
والموصلي وصدر الشريعة. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قال: وإذا ادعى المشتري ثمنا أكثر، ادعى المشتري ثمنا أكثر، وادعى الآن خلاف بين المشتري والبائع، وادعى البائع ثمنا أقل منه، يعني المشتري قال أنا اشتريت منك بألفين، البائع قال كذاب أنا بعتك بألف، يعني يريد المشتري أن يأخذ زيادة من الشفيع، لأن الآن العلاقة صارت مع المشتري. قال: وإذا ادعى المشتري ثمنا أكثر وادعى البائع ثمنا أقل منه، أي من الثمن الذي ادعاه المشتري، وكان البائع لم يقبض الثمن، يعني والحال أن البائع لم يقبض الثمن، إيه نعم، لما قال تبي قال وكان البائع لم يقبض الثمن، يعني لا فرق بين أن تكون الدار في يد البائع أو في يد المشتري، لا فرق، المهم أن البائع لم يقبض الثمن بعد، واضح؟ لا فرق بين أن يكون أن تكون الدار أو العقار المشفوعة بيد البائع أو بيد المشتري، بعد أن كان البائع لم يقبض الثمن، لم يقبض الثمن. لا الموضوع اليوم يعني في سفر مستمر. لما قال أبيعتك بأقل، نعم سيأتي الآن الدليل على ذلك. قال: وإذا ادعى المشتري ثمنا أكثر وادعى البائع ثمنا أقل منه، أي من الثمن الذي ادعاه المشتري، وكان البائع لم يقبض الثمن، أريد منكم أن تركزوا على هذا الأمر، وكان البائع لم يقبض الثمن، يعني بقطع النظر سواء كانت العقار بيد البائع أو بيد المشتري، المهم أن البائع لم يقبض الثمن بعد. قال: أخذها الشفيع بما قال البائع، لأن القول قوله في مقدار الثمن ما بقيت مطالبته، ما بقي هو يطالب، أن الآن هو لم يقبض الثمن فهو سيطالب سيأخذ من البائع، أما لو يعني الآن من مصلحته هو أن يكون بألفين، ليه؟ أنه سيقبض من المشتري ألفين، ولكن لما لم يقبض الثمن قبل قوله، واضح؟ أنه الآن سيطالب المشتري بألف بما ادعاه هو لا بما أقر به المشتري، فلذلك قبل قوله، قبل قول البائع. قال: لأن القول قوله في مقدار، في بيان مقدار الثمن ما بقيت مطالبته، وكان ذلك الآن نحن نحسن الظن في المشتري، المشتري مو كذاب، ولكن لما أقر البائع بألف والمشتري بألفين نقول كان هذا إقراء حطا من الثمن من البائع. قال: وكان ذلك حطا عن المشتري، واضح؟ حطا من البائع من الثمن عن المشتري، وكان ذلك حطا عن المشتري، وهو أي هذا الحط يظهر أيضا في حق الشفيع كما يأتي قريبا، يعني ينتفع كذلك الشفيع بهذا الحط. الله لا إله إلا الله. قال: وإن كان البائع قبض الثمن أخذها الشفيع بما قال المشتري، لعل البائع يريد الإضرار بالمشتري. قال: أخذها الشفيع بما قال المشتري أو تركه، ولم يلتفت إلى قول البائع. لما؟ لأنه صار خارج الموضوع الآن، هو كان إنسان غريب جاء وقال لك فلان اشتراها بألف، يقول المشتري اشتريتها بعشرة آلاف، لا 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 أنا أعرف أنك اشتريتها بألف، هذا لا يلتفت لقوله، أنه غريب خارج الموضوع بالكلية، وهكذا صار البائع الآن. قال: لأنه، أي لأن البائع لما استوفى، لما أخذ الثمن انتهى حكم العقد، وخرج هو أي البائع من البين، يعني من هذا العقد من بين المشتري والشفيع، وصار كالأجنبي، وبقي الاختلاف بين الشفيع والمشتري. وقد مر قبل قليل أن قلنا أن القول قول المشتري إذا اختلف الشفيع
والمشتري في مقدار الثمن. صار أجنبيا. البينة ما هو أدنى البينة؟ ما هو أدنى البينة؟ اثنان: يأتي شخص آخر مع البائع تصبح بينة، يأتي شخص آخر مع البائع تصبح بينة، وهذا لابد أن يكون قد ادعى الشفيع بأنك اشتريتها. ولكن الآن المسألة مفروضة على أن البائع هو الذي قال، الشفيع لم يدعي، الشفيع لم يدعي. قال: وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن، يعني هذا الشفيع البائع باع هذا العقار بمئة، ثم قال له سأسامحك بعشرين، ينتفع بهذا الحط من كذلك؟ الشفيع. قال: وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط ذلك المحطوط عن الشفيع، لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد فيظهر في حق الشفيع، يعني ينتفع به الشفيع، لأن الثمن ما بقي، يعني لأن الشفيع، تقدير الكلام، لأن الشفيع، الجواب هو الكلام هنا ناقص صراحة، يحتاج إلى تقدير، تقدير الكلام، لأن الشفيع يأخذ العقار بالثمن والثمن ما بقي. واضح؟ الشيخ قال: لأن الثمن ما بقي، تقدير الكلام لأن الشفيع يأخذها بالثمن والثمن ما بقي. قال: وكذا إذا حط بعدما أخذها الشفيع بالثمن، يعني بعدما أخذ الشفيع الشفعة بالثمن، يحط عن الشفيع، يعني الآن اشترى زيد هذا العقار بمئة وقبضها الشفيع بمئة، قبضها الشفيع بمئة، بعد شهر شهرين ثلاثة جاء البائع إلى المشتري وقال له: هذه خمسين من ثمن العقار. فمن علم؟ الشفيع يذهب للمشتري: هذه الخمسين الذي أخذتها من البائع. واضح؟ يعني لا يوجد تلاعب، يقول لك أبيعك بألف، فإذا ما طالبها الشفيع تأخذ منه ألف، ثم بعد ذلك أنا وأنت نقتسم الخمسمائة، أعطيك ربعها إلى آخره. لا يوجد هذا. إذا علم يرجع على المشتري، لا على البائع، البائع أجنبي، يرجع على المشتري. قال: وكذا إذا حط بعدما أخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع حتى يرجع عليه، يعني يرجع الشفيع على المشتري بذلك القدر الذي حطه البائع. هداية. قال: وإذا حط البائع عن المشتري جميع الثمن. شو هالكلام؟ الله يبعث لنا هيك شيء واحد كرم. قال: وإن حط البائع عن المشتري جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع منه شيء. ليه؟ قال: لأن حط الكل لا يلتحق بأصل العقد لعدم بقاء ما يكون ثمنا. لو التحق بأصل العقد لم يبقى ثمن لهذا العقد، فإذا لم يبقى لهذا العقار ثمن خرج العقد عن موضوعه، يعني خرج العقد عن كونه بيعا. فإما أن نقول هبة، والهبة ما حكمها؟ لا شفعة فيها. أو نقول هو بيع بلا ثمن، والبيع بلا ثمن بيع فاسد، فلا يكون فيه كذلك شفعة. فيؤدي حط جميع الثمن إلى إبطال حق الشفيع، لذلك قلنا لا يلتحق بأصل العقد، حفاظا على ماذا؟ على حق الشفيع، حفاظا على حق الشفيع. قال: لأن حط الكل لا يلتحق بأصل العقد لعدم بقاء ما يكون ثمنا. على هذا لو قال المشتري
تقع عقد هبة هذا ولا حق للشفيع. تمام، عقد هبة صار عقد هبة. قال وإذا زاد المشتري حط البائع عن المشتري، سامحه يعني بعد القبض، قال له سامحتك بكل هالمال، هذا المال قد أخذ الدار ودفع الثمن للمشتري، يرجع عليه بالمال وتبطل الشفعة. اي نعم، ويرجع الأقاضي البائع. ما يصح هذا، لا قلنا لا يلتحق بأصل العقد، لا يلتحق بأصل العقد. ليه؟ لأنه إذا التحق بأصل العقد، التحق بأصل العقد يبطل حق الشفيع، يبطل حق الشفيع. لا انتبه هنا، إذا قلنا رجع، لا تبقى الشفعة للبائع، تبقى الشفعة للشفيع، ويبقى الدار للشفيع، يبقى الدار للشفيع، لأننا قلنا لا يلتحق بأصل العقد كي لا نبطل حق الشفيع. واضح؟ يبقى العقار بيد الشفيع، يبقى العقار بعقد حق الشفيع، ويكون المال الذي أرجعه البائع للمشتري هبة مبتدأة، هبة مبتدأة يعني بغير مقابل، ويبقى الشفيع مالكا لهذا العقار بالمال، المال المال فقط. قلنا لم يلتحق هذا الحق بأصل العقد، العقد بقي موجودا مستقرا، فلما أرجع له هذا المال، هذا المال ما هو؟ هبة، لا علاقة له بالعقد بالعقار. قال وإذا زاد المشتري البائع في الثمن، وإذا زاد المشتري البائع في الثمن، المشتري كريم، البائع اشترى، قال أنا أريد هذا العقار، أبيعك العقار بمئة، قال المشتري أعطيك 200، لم تلزم تلك الزيادة الشفيع، الشفيع أخذها بما طلب البائع، لأن في اعتبار الزيادة ضررا بالشفيع لاستحقاقه الأخذ بدونها، يعني هو مستحق، يستحق أخذ العقار بدون هذه الزيادة. ومع هذا لو أن الشفيع أخذ هذه الدار بتلك الزيادة جائز، إن هو الذي أسقط حقه. قال بخلاف الحط من الثمن فهو صحيح. ليه؟ لأن فيه منفعة له، لأن في الحط منفعة للشفيع فيصح. قال ونظير الزيادة، يعني هناك ونظير الزيادة إذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأول. يعني هناك مسألة هي نظير مسألة الزيادة في الثمن الحاصلة من المشتري. قلنا قبل قليل لو أن المشتري زاد في الثمن لا تلزم هذه الزيادة الشفيعة. هناك مسألة ثانية هي نظير هذه المسألة، هي نظير هذه المسألة، ما هي؟ قال وهي ما إذا جدد، يعني المشتري جدد المشتري العقد بأكثر من الثمن الأول، يعني اشترى المشتري العقار أولا ب1000 درهم ثم فعل عقدا ثانيا واشتراه ب2000، الشفيع أخذها بالعقد الأول. قال إذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأول لم يلزم الشفيع العقد الثاني حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول. فهذه المسألة نظير المسألة التي ذكرها قبل قليل. قال وإذا اجتمع الشفعاء وتساووا في سبب الاستحقاق،
وتساووا في سبب الاستحقاق. يعني عندنا شفعاء شفيع الجوار، لو كان عندنا شفيع جوار وشفيع شفيع شريك بالحق وشريك بالعين، هؤلاء شفعاء ولكن غير متساويين بالاستحقاق. شفيع بالعين شريك بالعين مقدم على الشريك بالحقوق. قالوا إذا اجتمع الشفعاء وتساووا في سبب الاستحقاق، عند هذا العقار الآن يملكه أربعة أو ثلاثة، أحسن يملكه ثلاثة، واحد منهم باع، أراد أن يبيع، أراد أن يبيع، فمن هم الشفعاء؟ الثاني والثالث بالتساوي. يعني قد يكون هذا العقار مثلا زيد يملك منه مثلا 50%، وزيد 50 بقي 50، وزيد 40 وعمر 40 وبكر 10%، بكر 10%، أو نقول غير هيك، زيد يملك 70%، 70%، وعمر يملك 20 ومحمد يملك 10، فبكر صاحب 20 أراد أن يبيع، الشفعة لمن؟ لمن يملك أكثر أم للشريكين؟ للشريكين على حد سواء، يعني يشترون هذا العقار بالتساوي ولا ينظر إلى تفاوت الأملاك، أنا أملك أكثر أنت أملك. لا، لا ينظر، واضح؟ تكون الشفعة على عدد الرؤوس دون النظر إلى الأملاك. قال وإذا اجتمع الشفعاء وتساووا في سبب الاستحقاق، فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم لاستوائهم في سبب الاستحقاق فيستوون في الاستحقاق. ولذا لو انفرد واحد منهم استحق كل الشفعة، لو انفرد واحد منهم يستحق كل الشفعة. هنا قال ولا يعتبر اختلاف الأملاك، هذا يملك 50% 30% بالزيادة والنقصان، وذكرنا المثال على ذلك. قال ولو أسقط البعض حقه، أسقط البعض حقه، بعض الشركاء قال لا أريد الشفعة، ولو للبعض، يعني أسقط حقه، قال أنا أسقطت حقي لزيد، هل زيد يأخذ حصتين؟ قال لا، الشفعة لا تهب. ولو أسقط البعض حقه فهي، أي الشفعة، للباقين على عدد رؤوسهم. فهمنا أحبابنا معنى قوله ولو للبعض؟ يعني ولو أسقط البعض حقه لبعض الشركاء أو الشفعاء، ولو كان البعض غائبا، بعض الشفعاء غائبا، ماذا نفعل الآن؟ قال يقضى بها بالشفعة بين الحضور، لأن الغائب لعله لا يطلب الشفعة، فلا نترك الموجودين لأمر المجهول. قال وإن قضي للحاضر، قضي للحاضر الشفيع الحاضر بجميع العقار، وإن قضي للحاضر يعني بماذا؟ بجميع العقار، عندنا شركاء كلهم غائبون في واحد، فقضى القاضي له بجميع الشفعة، ثم حضر الغائب وطلبها، قال يقضى له باستحقاقه، يعني بما يستحقه من الشفعة، بما يستحقه من الشفعة. كيف يعني باستحقاقه؟ انتبه الآن، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا العقار، هذا العقار فيه أربعة شركاء، أربعة شركاء، اثنان غائبون، غائبان، واحد حاضر، اثنان حاضران، واحد من الحاضر أراد أن يبيع حصته فباعها، قضي للحاضر من الشركاء الثلاثة واحد، قضي له بجميع الشفعة وقبضها، ثم جاء واحد، ثم جاء واحد فيقضي له القاضي بنصفها، ثم جاء الثاني، ثم جاء حضر الشفيع الآخر
ماذا يفعل؟ قال يقضى له، يقضى للشفيع الثاني إذا جاء بثلث، صاروا ثلاثة، بثلث ما في يد كل واحد منهم. فإذا جاء الرابع يقضى له بربع ما في كل واحد منه، هذه كل واحد منه، وهكذا حتى يأخذ كل واحد منهم حصته من هذا العقار الذي بيع بالشفعة. هذا معنى قوله يقضى له باستحقاقه. واضح العبارة أحبابنا إن شاء الله تعالى. فلو سلم الحاضر بعدما قضي له بالجميع، قضي قدره القاضي له العقار كله كله لك، قال بعد ذلك لا أريد العقار، سلم، جاء القادم الآن ماذا يأخذ؟ هل يأخذ العقار كله؟ قال لا. بالشفعة؟ قال لا. قال لا يأخذ القادم إلا النصف. ليه؟ قال لأن قضاء القاضي بالكل للحاضر، قضى القاضي الآن، قضى القاضي الآن بالكل للحاضر، هذا القضاء قطع حق الغائب عن النصف، عن النصف، عن نصف، نصف الشفيع الأول. لما هذا العقار الآن، الآن هذا لثلاثة، هذا الآن لثلاثة، واحد غائب واثنان موجودان، أحد الموجودين باع حصتهم، فقضى القاضي لهذا بالكل، فصار يملك حصته وحصتين وحصة كاملة لشريكه، لشريك التي باع حصة كاملة وحصة هذه للشريك الثالث. بعد أن قضي له قال لا أريدها، قال سلمها. فلما سلمها جاء الثالث قال أنا أخذها كلها، قال لا، ليس لك أن تأخذها كلها بل تأخذ نصفها. ليه؟ قال لأن قضاء القاضي، أن القاضي لما قضى بين الشفيعين، القاضي لما قضى بين الشفيعين صار كل واحد منهما مقضيا عليه ومقضيا لهم، مقضيا عليه ومقضيا له. ولو كان ثلاثة لكل واحد ثلث، لم، نعم، الغائب لو كان ثلاثة لكل واحد الثلث، كانوا أربعة لكل واحد وهكذا إلى مكان. قال لأن قضاء القاضي بالكل للحاضر قطع حق الغائب عن النصف. فكيف يعني قطع حق الغائب عن النصف؟ لما قضى له، قضى له بالشفعة كلها، قضى له بالشفعة كلها، يبقى، انتبه، يبقى لهذا الغائب حق في شفعته في النصف، ولكن النصف الذي قضي للشفيع الأول هل للشفيع الغائب حق فيه؟ فيكون قد قضى، انتبه، قضى له القاضي، قضى له بالنصف، قضى له بالنصف وقضى عليه بالنصف الآخر، يعني قضى عليه ألا يأخذ هذا النصف وقضى له أن يأخذ هذا النصف. فإذا سلم الشفيع صاحب هذا النصف، سلمها وجاء ذاك وقال أريد أن أخذ هذا النصف، نقول له لا يصح أن تأخذها. ليه؟ لأنه لو أخذتها تصبح مقضيا عليك ومقضيا لك بآن واحد، وهذا تناقض. قضى عليك القاضي بالقرار الأول أن هذا الجزء ممنوع عنك، فإذا جئت وطالبت به فيقضي لك، فتصير أنت مقضي عليك ومقضي لك بآن واحد، وهذا لا يصح. فلذلك ليس له أن يأخذ النصف الثاني بالشفعة. قال فلو سلم الحاضر بعدما قضي له بالجميع لا يأخذ القادم إلا النصف، لأن قضاء القاضي بالكل للحاضر، يعني لا يأخذها شفعة، انتبه، لا يأخذها شفعة. فلو أنه مثلا لا يوجد من يشتريها، لا يوجد من يشتريها، هل من يشتري، هل من مشتري؟ المقصود بذلك، المقصود بذلك بعدما سلم هذا الشفيع قال لا أريدها، جاء شخص ثالث واشتراها، فإذا ما جاء الآن الشفيع هل يخرج هذا المشتري؟
لا يخرجه، فهمنا أحبابنا؟ أما بالأصل لم يوجد مشتري له أن يشتريها. أنا حاسس بالعيون أنه المسألة غير واضحة. كيف؟ ليس له بالنصف الشفعة، ليس حق الشفعة، ولكن له أن يشتريها، له أن يشتريه. قال: فلو سلم الحاضر بعدما قضي له بالجميع لا يأخذ القادم إلا النصف، لا يأخذ القادم إلا النصف يعني شفعة، لأن قضاء القاضي بالكل للحاضر قطع حق الغائب عن النصف، بخلاف قبل القضاء، بخلاف ما لو سلم الحاضر قبل القضاء. فإذا بعد أن قال قبل أن يقضي القاضي له بالشفعة كلها قال لا أريد الشفعة، فللقادم أن يأخذها كلها شفعة. فجاء إنسان واشترى حصة هذا الشفيع، فيأتي الشفيع الغائب يأخذ حصة الشفيع الأول من يد هذا المشتري. الله. ثم قال: ومن اشترى دارا بعرض، أي بشيء من ذات القيم. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. نعم يا أخي. ما فهم. فلو سلم أعيد، أنا ذكرت هذا الكلام، لكن تبع، تعال اجلس هنا مقابلي كي أجيبك، كي لا ألتفت إليك هكذا. انتبه علي مولانا. هذه الآن العقار فيه ثلاثة شركاء، هذا الثلث لزيد، وهذا الثلث لعمر، وهذا لبكر. عمر أراد أن يبيع حصته، بكر مسافر، فجاء زيد وقال أنا الشفيع، فقضى له بالشفعة بالعقد بجزئه كله، قضى له به كله. بعد أن قضى له بجزئه كله جاء بكر، أو زيد عمرو بكر، جاء بكر فطالب بحصته، ماذا يأخذ؟ يأخذ النصف، يأخذ النصف. بعد أن أخذ النصف قال زيد أنا لا أريد الشفعة هذه، فجاء خالد واشترى هذه الحصة، اشتراها، هذا أجنبي. هل يستطيع بكر أن يخرج خالد لأنه شفيع؟ لأنه شفيع ليس له ذلك، ليس له ذلك. ليه؟ قال لأن القاضي انتبه، لأن القاضي لما قضى لزيد، قضى لزيد بالعقار كله، قضى لزيد بهذه الحصة، انتبه، وقضى على بكر، قضى عليه بأن لا يأخذها، قضى لزيد بأن يأخذها، وقضى على بكر أن لا يأخذها، وقضى لبكر على بأن يأخذ هذه، وقضى على زيد أن لا يأخذ هذه الحصة. فإذا أخذها بعد ذلك، أخذ هذه الحصة بعد ذلك بكر، يكون قد قضى عليه القاضي بأن لا يأخذها، وقضى له أن يأخذها، لو أنه أخذها بالشفعة بعد أن قضى عليه أن لا يأخذها، لأنها أنه سلمها لمن؟ الشفيع الأول. فإذا أذن له أن يأخذها بعد ذلك بالشفعة نكون قد قضينا، قد قضينا له بأن يأخذها بعد أن قضينا عليه بأن لا يأخذها. وهذا لا يصح أن يكون الواحد مقضيا له مقضيا عليه معا. ولكن متى يملك أن يأخذها؟ متى يملك أن يأخذها؟
انتبه هذا العقار الآن، جاء وقد رفع يده هذا عن العقار، قال لا أريده، فجاء فأخذ هذه بالشفعة، أخذها بالشفعة، وهذه الآن لم تبع بعد. فجاء الآن زيد عمر صاحب العقار أرضها للبيع، يأخذها الآن هو بالشفعة لين أنه صار شريك فيها، صار شريكا بها. أما لو بيعت، لو بيعت، لو هذا لو بيع، لو بيعت قبل أن يقبضها ليس له حق الشفعة فيها. وضحت المسألة؟ يا رب، والحمد لله، والحمد لله رب العالمين.